معانا عمرو من مصر. اهلا بيك يا عمرو. عمرو ممكن تطفي التلفزيون لو سمحت او توطيه؟ عمرو وطي التلفزيون يا عمرو. يا حبيبي وطي التلفزيون يا عمرو لو سمحت. انا وطيته. طب اتفضل انت على الهواء. هو حضرتك بتسجل الحديث الاول وبعد تذيعه؟ لا انت لايف على الهواء. انا مذيع البرنامج وانت على الهواء دلوقتي، الناس كلها سمعاك. انا مش شايفك على الهواء. ازاي بقى ما انا موجود اهو؟ انت طفيت التلفزيون؟ ما لو طفيت التلفزيون مش هتشوفني. افتح التلفزيون تاني بس وطي الصوت. ايوه طيب. ايوه بس انت بتتكلم في موضوع تاني. ايه الموضوع التاني؟ انا مش شايفك. انا صوتي مش طالع. صوتك مش طالع عشان عندك متاخر شويه، هتلاقي ابو محمد اللي طالع عندك. وطي التلفزيون يا عمرو. محمد وطي التلفزيون يا عمرو بقى، هتشوفني بعد ما تخلص. وطي التلفزيون. لا لما ابو محمد يخلص اكلم حضرتك. ابو محمد خلص، انت على الهوا، سيبك من التلفزيون اللي عندك، انت على الهوا دلوقتي، اتفضل. انا عايز اقول لك دلوقتي هو حضرتك السيسي اللي بوظ الرياضه. انت شايف السؤال اللي على الشاشه؟ لماذا نجح المغرب رياضيا وفجرت مصر؟ عندك اجابه؟ الواسطه. ازاي؟ ممكن تشرح لي شويه؟ يعني ما بياخدوش لعيبه كويسه وما بيعملوش حاجات كويسه. لكن مش السيسي اللي بوظ الوزاره. ما حدش قال السيسي ولا جاب سيرته. احنا بنتكلم على المغرب ومصر. بس انت عاوز تقول كده. انا مش عايز اقول كده، انت دخلت في نيتي. انت عرفت منين انا عايز اقول ايه؟ قول لي انت عايز تقول ايه؟ انت برنامج ضد مصر. لا ما حصلش الكلام ده يا استاذ عمرو. ازاي بقى انت برنامج ضد مصر وضد السيسي؟ ازاي بس السيسي هو اللي فشل الرياضه. السيسي مش مصر يا استاذ عمرو. مصر اكبر من السيسي بكتير. تمام. اوعى تقول ان انا ضد مصر. انت مواطن مصري وانا مواطن مصري، لا صح؟ لا انت ضد مصر طبعا. استنى بس يا استاذ عمرو. يا استاذ عمرو ثانيه واحده، انت مواطن مصري مش كده؟ ايوه. وانا مواطن مصري صح؟ ايوه. مين اللي يقول ان انت ضد مصر او انا ضد مصر؟ مين يملك الحق ان يقول كده؟ برنامجك اللي بيشغال بقاله كذا سنه ان انت مش عارف ايه والمصايب والبلاوي والمش عارف ايه والايه والايه والايه. ايه في اللي انا بقوله بتقولها. ايه في اللي انا بقوله من مصايب او مشاكل في مصر يخليك تقول ان انا ضد مصر؟ لان انت ما بتجيبش غير المصايب، ما بتجيبش حاجات كويسه. تابعت حلقه امبارح؟ لا ما شفتهاش والله. امبارح كنت بتكلم على تقرير لمؤسسه اقتصاديه امريكيه اسمها جولدمان ساكس، قالت ان الاقتصاد المصري هيكون من اقوى 7 اقتصاديات في العالم في سنه 2075، وهيكون في المركز ال 12 على مستوى العالم في سنه 2025 لو النظام الحالي احترم الزياده السكانيه واستثمر فيها وغير السياسات الاقتصاديه بتاعته. شفت بنقول اخبار ايجابيه وحلوه ازاي؟ بس انت مش متابع. برافو عليك والله. لا ده انا كده احبك بقى. الله يخليك، ده شرف ليا يا استاذ عمرو. ده انا كده احبك والله. لو انت بتقول كده يبقى انت راجل كويس. طيب احنا الراجل كويس والله، وبحب البلد وبحبك وبحب الناس اللي عندك كلها. يا ريت يا ريت يا ريت. طيب بس اقول لك حاجه يا استاذ عمرو، بدل ما تكسروا في مصر وقفوا جنبها احسن. بص يا استاذ عمرو اقول لك على حاجه، انا سعيد والله بالنقاش معاك، بس اقول لك على حاجه. في فرق طبعا، كله باحترام. اسمعني في فرق كبير قوي ما بين مصر كدوله انا اتولدت فيها وعشت فيها 28 سنه وبحمل الجنسيه بتاعتها ويوم من الايام ان شاء الله هرجع لها، وما بين النظام اللي بيحكم. اي حد يا استاذ عمرو بيشتغل صحافه او بيمارس العمل اللي انا بمارسه من حقه انه يتكلم على اي نظام. النظام هنا في بريطانيا انا بنتقده، بكتب عنه، بتكلم عنه هنا. ده مش معناه ان انا ضد البلد في بريطانيا. لما اكتب عن النظام في مصر واقول انه عنده مشاكل وبيعمل 1 2 3 4، ده مش معناه ان انا ضد بلدي. عندنا مشاكل كويس طبعا. انا بتكلم على المشاكل دي لان انا شغلي ده يا استاذ عمرو. مسؤول على الكويس والوحش. ما انا بقول لك اهو، انت اتفرج على البرنامج وهتلاقينا بنتكلم على الكويس والوحش.
في حلقة النهاردة أستاذ عمرو، في حلقة النهاردة كنا بنتكلم على الأمهات والزوجات في مصر في البيوت اللي عملوا مبادرة يدوروا فيها الملابس المستعملة ويعملوا فيها الأكل بطريقة تخرجهم من المشكلة الاقتصادية الموجودة، وأثنينا على الكلام ده وشكرنا فيه وقلنا قد إيه الأمهات والسيدات في مصر حاجة عظيمة جدا وإحنا بنتعلم منهم. فالبرنامج بيتكلم عن مصر يا أستاذ عمرو، عن مصر بكل ما فيها من مشاكل ومن حاجات حلوة، بس اللي عايز أتفق معاك عليه بس لما تفتح البرنامج تلاقيني بتكلم عن النظام أو عن السيسي وبقول مشاكل، فما تقولش أبدا أن أنا ضد مصر، لأن محدش يملك الكلام ده ومصر أكبر من النظام.